بالإشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية بشأن إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية بالسودان، تود وزارة الخارجية أن تفيد أن السودان ظل يتابع نشاط المركز الثقافي الإيراني وفروعه المختلفة في الولايات السودان، وقد تأكد له مؤخرا أن هذه المراكز وفروعها قد تجاوزت التفويض الممنوح لها وفق الاختصاصات التي تحدد الأنشطة التي يخول لهذه المراكز القيام بها، وبذلك فقد غدت تشكل تهديدا للأمن الفكري والأمن الاجتماعي. إن شاء الله الجميع والأراضي. الحديث عن التغيير هذا القرار كان مرتبط بأنه المراكز الثقافية الإيرانية تهدد الأمن الفكري، وفي هذه إشارة وإن لم تفصل الخارجية السودانية إلى الحديث عن تمدد الفكر الشيعي، وأن هذه المراكز قد خرقت اتفاقية فيينا فيما يتعلق بالتبادل الثقافي، وخرقت هذه الاتفاقية وذهبت إلى التبشير بالفكر الشيعي. هذا من جانب. الرسالة المهمة الثانية هي الرسالة السياسية إلى دول الخليج. معروف أنه التقارب السوداني الإيراني كان خصما على علاقة السودان بدول الخليج، وربما كانت هذه هي الرسالة المهمة التي أرادت أن تبعث بها الحكومة السودانية. أنا أتوقع أن يكون هذا القرار مقدمة لمراجعة الكثير جدا من القرارات المتعلقة بالتواصل مع إيران، من واقع ما خلفه يعني هذا التواصل من مشاكل وما سببه من صداع للحكومة السودانية في المرحلة الماضية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي.